ان شاء الله كل التوفيق ليهم. قبل ما اروح لضيف العزيز كابتن محمد كتات، خلينا نروح لارض الملعب، صاله نادي النادي، والزميله العزيزه هنا ابو القاسم عشان تنقل لحضراتكم كما عودناكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي يا هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومن داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية هنقل لكم بقى كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل المباراة المرتقبة ونهائي كأس مصر بين طبعا بطل إفريقيا والسوبر والدوري النادي الأهلي ونادي الزمالك. يعني طبعا النادي الأهلي استعد بشكل قوي جدا لهذه المباراة، يمكن بعد انتهاء بطولة إفريقيا اللي طبعا حصل عليها النادي الأهلي أخذ راحة سلبية من التدريبات ليوم واحد فقط يوم الأربعاء اللي فات، وبعد كده يوم الخميس عادوا مرة أخرى للتدريبات، وبعدها مباشرة دخلوا في معسكر مغلق عشان يستعدوا طبعا لهذه المباراة. يوم الجمعة كان عندهم مران صباحي في صالة الجيم ومران فني طبعا على الصالة، ويوم السبت كان عندهم مباراة السامي فاينل اللي طبعا قدر النادي الأهلي يفوز فيها على فريق بتروجيت فوز سهل الحقيقة بنتيجة 3-0. خليني كمان أفكر حضراتكم بالأشواط، الشوط الأول بنتيجة 25-15، الشوط الثاني بنتيجة 25-13، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-16. والنهاردة بقى طبعا الفريق كان عنده محاضرة فنية بالفيديو عشان يستعدوا بشكل أقوى كمان لمواجهة الزمالك، لأن طبعا زي ما احنا عارفين أنه أكيد مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، فلازم أكيد رجال النادي الأهلي يكونوا على أكمل وجه للاستعداد لهذه المباراة. طبعا بقى فريق الزمالك كان قدر في السامي فاينل أمس يفوز على فريق طلائع الجيش في مباراة صعبة الحقيقة انتهت لصالح الزمالك نتيجة 3-2، ويمكن طبعا زي ما كلنا تابعنا كان متقدم نادي الجيش بنتيجة 2-1، لكن الزمالك بقى قدر يعمل كومباك ويعود للمباراة عشان يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2 ويواجه الأهلي في المباراة النهاردة. لكن بالنهاية أكيد كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. يعني الحقيقة اللاعبين يمكن نزلوا لأرض الملعب بعد انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث مباشرة، واللي انتهت أكيد لفوز فريق بتروجيت. بدأوا مباشرة في عمليات الإحماء، يمكن يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف خلفي في حالة من التركيز الشديدة جدا على اللاعبين، الكل مركز بشكل قوي جدا، عايزين بقى يعملوا موسم استثنائي بعد حصولهم على 3 بطولات والعلامة الكاملة. إن شاء الله بقى ربنا يكملها على خير النهاردة ويقدروا يحققوا البطولة الرابعة ويكون موسم استثنائي زي الحقيقة ما وعدوه جماهير النادي الأهلي. يمكن البطولة غايبة على النادي الأهلي بقى لها 3 سنوات، فإن شاء الله بقى النهاردة رجال النادي الأهلي هيحسموا اللقب لصالحهم وتعود مرة أخرى للجزيرة. يعني يا كابتن هيثم دي كانت أبرز الأجواء والاستعدادات من داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية. طبعا مع حضرتك لو عندك أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. الزميلة العزيزة هنا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وكالعادة يعني ما شاء الله على طبعا الكرو أو كل الاستاف للنادي الأهلي من الصالة دي للصالة دي، يعني بيجتهدوا اجتهاد كبير. أنا بشكركم الحقيقة، يعني شكر خاص على مجهودكم عشان تنقلوا كل صغيرة وكبيرة لجماهير النادي الأهلي.